عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم شهد علاء، فرقة تالتة. عندنا النهاردة أول محاضرة في مديول كوميونيتي بعنوان communication skills. تمام، قبل بس ما ندخل في المحاضرة محتاجة أقول كام حاجة كده، حاجة متعلقة بالكوميونيتي عموما وحاجة تخص نجاح. تمام، مبدئيا ويلكم بيكم يعني في عالم الكلينيكال بقى والكوميونيتي اللطيف، وطبعا ربنا يسامحنا على حوار الكوميونيتي اللطيفة دي. أول حاجة، حاجة متعلقة بالكوميونيتي. الكوميونيتي في الأصل ما هي إلا مادة حياة. يعني ايه مادة حياة؟ يعني شوية تواصل، شوية إحصائيات، شوية لقاحات، شوية أوبئة، والحاجات دي طبعا انتوا هتاخدوها في تالتة إن شاء الله بالتفصيل. شوية نيوتريشن، يعني حاجات لطيفة بيكون عليها درجات كويسة. طب الدرجات الكويسة دي يعني يا هتضيع منك يا هتجيبها كلها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني طب الدرجات دي هتقدر حرفيا تنقل بيها تقديرك. يعني انت مثلا لو مش مظبط في توتال الترم وعندك ميدول كوميونيتي، بإذن الله انت قادر تنقل تقديرك من حاجة لحاجة تانية. تمام، طيب انا كأول حد او كاول مره ادرس كوميونتي المفروض اعمل ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه، حاول تقرا كتير. يعني ايه اقرا كتير؟ مش بقول لك امسك كل كلمه حرفين في البي دي اف يعني احفظها، مش بالورقه والقلم، مش قصدي كده. حاول تقرا كتير. يعني انت مثلا عندك بريك دلوقتي، هات المحاضره اقراها. هتصلي الفجر مثلا وتقعد للشروق، اقعد مثلا في شويه دول اقرا لك محاضرتين ثلاثه. لما هتقرا كتير الموضوع هيثبت معاك، وهيثبت معاك على فكره من غير جهد. بدل بقى ما تقعد تجيب المحاضره تمسكها كلمه كلمه، وبدل ما تقعد فيها نص ساعه ولا ساعه تقعد فيها 3 4 ساعات تحفظها كلمه كلمه، لا، مش اصلا الحوار ده مش افكتيف معاك ومش هيبقى كده. القراءه الكتير هتثبت من غير ما تحس. تمام، تاني حاجه، بصمج وحل اسئله على قد ما تقدر. يعني هات بقى الاسئله بتاعه من اول بقى مثلا 38 39 39 و40، كل ده هات الاسئله ميد وفاينل وحلها واحفظها كويس جدا. تالت حاجه، ان انت تاخد بالك من الحاجات الصغيره اللي هي بقى الارقام، مش عارفه مثلا مينيمم ايه، الماكسيمم ايه، والحاجات اللي هي بين الاقواس دي. حلو، طيب الكوميونتي الى حد ما ماده لطيفه ولكنها غداره. تمام، طيب كلمتين بقى يخصوا نجاح. احنا هدفنا الاول والاخير في نجاح يعني ان جنرال كده وفي الكوميونتي تحديدا، ان الطريق اللي احنا اخواتكم الاكبر منكم طلعنا سلمه سلمه يعني بشق الانفس، احنا بنحاول نخلي الطريق ده ممهد واسفلت بالنسبه لكم. يعني ايه؟ يعني لو حصل مننا اي ديفكت اعذرون، احنا في الاول في الاخر ناس ومش روبوت. تمام، كده كده بيكون في فيدباك في اخر كل محاضره. يعني يا ريت يا ريت يا ريت هبقى ممتنه ليكم جدا لو اي حاجه انتوا عايزينها او اي حاجه لقيتوها مثلا ديفكت مننا تكتبوها. احنا هدفنا السلبي اللي انتوا بتكتبوه عشان ينفعنا ونحسن بيه نفسنا قبل الايجابي اللي انتوا برضو بتكتبوه وهيرفع من معنوياتنا. تمام، وانا بشكل شخصي يعني لو حد عايز يسال في اي حاجه، يتواصل معايا، عايز اي سورسات لاسئله لاي حاجه، ممكن يتواصل معايا جدا، يعني مفيش مشكله. حلو، طيب بسم الله نبدا بقى المحاضره بعنوان communication skills. تمام ماشي. مبدئيا ما ننساش طبعا ننسى لزمايلنا اللي توفاهم الله، لان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الاعلى يا رب، ويجمعنا بيهم على خير بعد عمر طويل ان شاء الله، يعني مليء كده بالاثر الطيب واللطيف. تمام ماشي. بنحب نبدا دايما المحاضرات بتاعتنا بحاجه بتموتيفيت اس كده، وانا طبعا ما بشوفش حاجات احلى من خواطر الدكتور حازم عبد التواب. بيقول لك دايما مفيش دنيا بلا ابتلاء، ومفيش حلو من غير مر، مفيش وصول من غير تعب، ومفيش جنه من غير كفاح، ومفيش نجاح من غير تجربه، ومفيش راحه الا في الجنه. اسكيب كل ده، يعني اكتر حاجه تفوكس عليها ان مفيش كده كده راحه الا في الجنه، لان كده كده الدنيا من اسمها وفانيه يعني. تمام حلو. الاوبجكتيفز بتاعتنا في المحاضره النهارده، محتاجين نعرف الديفينيشن بتاع الكوميونيكيشن، ديفينيشن اوف الكوميونيكيشن، البيربز اوف الكوميونيكيشن، غرض الكوميونيكيشن بتاعنا ايه، الكوميونيكيشن موديل، التايبز اوف الكوميونيكيشن باثويز، الابروتش او الشانلز اوف الكوميونيكيشن، والباريرز اوف الكوميونيكيشن. تمام، قبل بس ما نقرا السلايد محتاجين نعرف ايه هو الكوميونيكيشن. ايه اصلا هو بالعربي الاول؟ كوميونيكيشن تواصل. طب ايه هو التواصل؟ يعني ايه هدفه؟ ليه انا ممكن اتواصل مع واحد زميلتي؟ ليه دوله كامله ممكن تتناقش في حاجه معينه مع دوله تانية؟ ليه مثلا بروجكت يتعمل وتيم وممبرز يتناقشوا في حاجه ويتواصلوا في حاجه معينه؟ ليه كل الكلام ده؟ علشان الهدف الاول والاخير في الكوميونيكيشن ان انا اوصل معلومه. انا مع واحد زميلي بشرح له حاجه، يبقى انا كده وصلت له معلومه. تيم مثلا والليدر جاي يتواصل معانا في حاجه فيزود الخبره بتوع الممبرز مثلا. انا راحه احكي مثلا لواحده صاحبتي عن مشكله، فكده انا هوصل معاها بالتواصل ده اللي بيننا لحل مشكله ما. يبقى انا يا بوصل معلومه، بحل مشكله، بزود خبرة، بشارك سلوك معين أو مشاعر. التواصل عموما بيكون في إطار مسموع أو في إطار مكتوب أو في إطار مرئي. تمام؟ طيب نقرأ بقى. بيقول لك الكوميونيكيشن it is the process of
conveying and exchanging knowledge eyes and attitude. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك هو عملية اللي انت بتبادل او بتوصل فيها معرفة، معلومات بقى، attitude، افكار، بتاع اي حاجة. تمام؟ طيب ليه تعريف تاني؟ بيقولك it is the sharing of information between two or more individual. انا قلت ان انا مع واحدة صاحبتي بقول لها مشكلة، يبقى ده انا بتشارك او بتواصل مع واحدة معينة، ماشي؟ ممكن leader مع الممبرز بتوعه، يبقى كده اكتر من اتنين. حلو؟ يبقى هو اما between two or more individuals in such a way that the receiver will respond. الكلمة دي respond بس الـ R بس متشالة، will respond as the sender expects. يعني ايه الجملة دي؟ هنعرفها دلوقتي. قبل ما نعرفها محتاجين نعرف بس ايه هو الـ purpose بتاع الـ communication. انا قلت ان انا بتناقش مع واحدة صاحبتي مثلا عشان اقول لها مشكلة، فحللها مشكلة. هي جاية مثلا تحكي لها على حاجة معينة، فانا بقول لها ايه، والله بلاش السلوك بتاعك ده مثلا، هنتصرف كذا. تمام؟ الليدر مع الممبرز بتاعه بيزود الخبرة بتاعته. حلو؟ بنوصل لحاجة معينة في الآخر. بيقول لك بقى الـ purpose ايه؟ هو نفس الكلام بالظبط بس ايه ان انجلش بقى. to establish and maintain relationships. دي حاجة مثلا ان انا ايه، انا وصحابي مثلا متخانقين، فلولا التواصل ده مثلا مش هنوصل لبعض، مش كل واحدة هتقول رأيها، مش هنتصافى في الآخر بتاع، فانت كده ما حافظتش على الـ relationships بتاعتك. يبقى أول حاجة وأهم حاجة الـ establish and maintain relationships. تاني حاجة to help the problem solve. حل سهلة مفهومة. to persuade and change the attitudes or the behavior. يعني ايه؟ يعني انا لولا ان انا مثلا رحت اتواصلت مع واحدة ما في مشكلة ما، تمام، وغيرت رأيي على الحتة دي او على الحاجة دي او عن الشخص ده، ما كانش هيتغير. يبقى هو لولا التواصل ده ما كانش هيحصل change في الاتيتيود مثلا او في البيهيفير بتاعي، ما كانش هيحصل مثلا تغير في التصرف بتاعي تجاه مشكلة ما. تمام؟ ماشي. develop and understanding of other people. يعني طبيعي لولا التواصل ده انا مش هفهمك، مش هفهم الدكتور، محدش هيفهمني كده، يعني حاجة منطقية. تمام؟ طيب بعد كده عندنا الـ communication model. انا مش ناسية الجملة اللي احنا قلنا هنرجع لها، بس يعني ده بس بقوله عشان ايه هنفهم هي ايه. ايه هو الموديل؟ التواصل ده بيحصل ازاي؟ واحد بيكلم واحد، تمام؟ او خلينا في الصورة دي، دي مثلا حورية بحر اهي دي ولا مش عارف ايه، وده واحد، تمام؟ هي بتعمل ايه؟ هي بتناديله او بتقول له معلومة وهو بيسمعها. طيب زينا دلوقتي انا بشرح لكم وانتوا بسمعوني، انا بشرح. قبل دي عارفين، فاكرين في العربي ايام زمان لما كان فيه برقية بيقول لك المرسل، والمرسل ايه؟ المرسل يعني اللي باعت، يعني بيرسل، جاي من سند، يبقى المرسل سندر. تمام؟ يبقى المرسل او السندر ده هو بيدي معلومة لمين، او بيكتب جواب لمين؟ للمرسل اليه. المرسل اليه ده اللي هو مين؟ اللي بيستقبل الجواب او بيستقبل المعلومة، بيستقبل ريسيف، يبقى ايه؟ هو الريسيفر. تمام؟ حلو. المعلومة بقى والبرقية او مضمون الرسالة او كل ده من اسمها رسالة، مسج. يبقى السندر ده اللي بيقول الحاجة او بيقول المعلومة. زي انا دلوقتي السندر بالنسبة لكم، وانتوا الريسيفرز بتوعي اللي انتوا مستقبلين المعلومات مني. المعلومة بقى هي المسج، يعني المعلومة اللي بتوصل لي مني كسندر ليك وكريسيفرز المسج. لحظة بس عشان الاذان، عذرا بس يا شباب على المقاطعة دي عشان الاذان. خلينا نقول تاني الكوميونيكيشن موديل. احنا قلنا زي ما احنا في اللي احنا بنعمله دلوقتي، انا مثلا بديكم معلومات، انا السندر، تمام؟ وانتوا بتستقبلوا مني المعلومات، انتوا ريسيفرز، تمام؟ والمحاضره هي عباره عن المسج اصلا. طيب بعد المحاضره دي انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتدوني فيدباك، تمام؟ فيدباك بقى على البروز والكونز، الادفانتجز والديس ادفانتجز وكل الكلام ده. طيب عذرا بس يا شباب على المقاطعه دي، استنيت بس لحد ما الاذان يخلص. كنا بنقول بقى ان احنا دلوقتي في المحاضره، انا بقول لكم حاجه، يبقى انا السندر، تمام، وانتوا ريسيفر، انتوا بتستقبلوا مني المعلومات. طيب المسج دي عباره عن بين ايه؟ المعلومات اللي انا بديها لكم هي دي المسج. طيب وانتوا هتدوا لي فيدباك في الاخر، تمام؟ حلو. الجمله بقى اللي احنا وقفنا عليها بيقول لك ايه بقى؟ that the receiver will respond as the sender expects. يعني ايه؟ هو هيجاوب في اطار هو الشخص التاني متوقع. يعني مثلا لو ابسط حاجه، انا مثلا قبل صاحبتي بقول لها ازيك، فهي تقول لي مثلا الله يسلمك، تمام؟ فانا متوقع اللي هي هتقوله، هو مش بمعنى الحرف كده بس، ولكن الاطار اللي هو متوقع ان انت تجاوب فيه بيكون متوقع نوعا ما، تمام؟ طيب في كلمه مهمه جدا بتساوي السندر، اسمها انكود او الانكودر. السندر انكودر. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيدي مسج. كونه بيدي مسج معناها انكودنج. طب الريسيفر ديكودر، تمام؟ كونه بياخد مسج من السندر معناها ايه؟ ديكودنج. تمام؟ حلو. دي الاليمنتس بتاعه الكوميونيكيشن موديل. اول حاجه اول سندر او الانكودر. يعني ايه السندر؟ احنا قلنا السندر ده بيدي ايه؟ هو اللي بيدي المسج وبينقلها للريسيفر. كرييتور اوف ذا مسج تو كونفي انفورميشن اور ان ايديا. يعني هو خالق او مبتكر المسج دي، او المعلومه او الفكره او اي حاجه يعني. طب المسج احنا قلنا المسج دي
بينا دلوقتي المسج هي ايه المحاضره، والمحاضره دي ايه معلومات، يبقى هي الانفورميشن او الايديز او الصوتس او الاتيتيودز او كل هي الحاجات دي كلها. طيب الشانل او هي الطريقه، الطريقه اللي انا بوصل بيها المعلومه. احنا طبعا قلنا في الاول خالص ان التواصل قد يكون في اطار مسموع او في اطار مكتوب او في اطار مرئي، يعني على حسب بقى ده فيربال ولا نون فيربال. والتو بوينتس دول احنا طبعا هنتناولهم بشيء من التفصيل شويه في نص المحاضره. طيب الريسيفر المستقبل او الديكودر، والله ده بيقول لك ايه ريسيفر مستقبل، يبقى هو اللي بياخد المعلومات او هو اللي بياخد المسج او هو اللي بياخد ايه الانفورميشن دي، يبقى انديفيدوال هو ريسيفز اند انتربريتس المسج. طيب الفيدباك، احنا قلنا الفيدباك ده حاجه انتوا بتكتبوها لي او بتقولوها لي في الاخر على رايكم بقى، يعني ريسبونس الريسيفر جيفز تو ذا سندر اوف ذا مسج، الاجابه او الرد او الحاجه اللي الريسيفر بيديها للسندر. حلو، والله سواء بالاجاب او بالرفض او بالريجكت بقى او بالاكسل اي حاجه يعني. تمام ماشي. انترفيرنس ده anything that changes the meaning of the intended message، زي البارير، يعني حاجه ممكن تحصل تغير في المعنى بتاع المسج ده. يعني مثلا انا لو المفروض بقول لكم الف بعدها باء، تمام، الالف وصلتكم بعدها تاء، يبقى كده في ايرور، يعني كده في ايرور في المسج اللي واصله او في المينينج اللي واصل، يبقى كده ده الانترفيرنس. تمام اوكي. اللي بعده بيقول لك بقى ايه التايبز اوف الكوميونيكيشن. يبقى قبل ما نتناول شيء اللي هو التايبز اوف الكوميونيكيشن، عندنا كام حاجه. احنا قلنا الكوميونيكيشن عباره عن تواصل، سواء بقى كونفينج الاكستشينج النوليدج والانفورميشن والاتيتيود والايديز وكل الكلام ده، تمام. وقلنا الموديل بيكون عباره عن السندر والريسيفر ومسج وفيدباك. حلو. طيب وكمان ايه الشانل او طريقه التوصيل سواء فيربال او نون فيربال. حلو. التايبز اوف الكوميونيكيشن، والله التواصل ده انا ممكن اتواصل مع مين، يا اما انا في مكان عالي هتواصل مع حد اقل مني، او انا في مكان قليل وهتواصل مع حد فوقي، او بتواصل مع حد في نفس المستوى بتاعي. طيب الداونوردز كوميونيكيشن وابوردز كوميونيكيشن ولاترال اور هوريزونتال كوميونيكيشن. اول حاجه بيقول لك الداونوردز كوميونيكيشن ده بيقول لك بقى ايه هايلي دايركتيف. الاول الداونوردز ده اللي هو جاي من حد كبير لحد صغير، زي انا مثلا في تالتة فبقول لكم انتوا في تانية، يبقى ايه ده داونوردز، حاجة راحة للمستوى او ليفل اقل. تمام. هايلي دايركتيف يعني ايه، حاجة هي موجهة، يعني هي موجهة بالمعنى الحرفي كاوردر او حاجة من حد كبير لحد صغير. تمام. حلو. او هايلي دايركتيف فروم السينيور تو السب اوردينتس تو اساين الديوتس مثلا، او جيف انستراكشنز، او تو انفورم، تو اوفر فيدباك ابروفل، تو هايلايت بروبلمز. يبقى تاني ايه الداونورد ده، دي حاجه موجهه حرفيا موجهه، هايلي دايركت دي الكلمه دي مهمه. طيب من ناس كبيره زي السينيورز للناس الصغيره زي السب اوردينتس مثلا. تمام. انا كواحد كبير او مثلا المنسق المديول لما بيقول لنا على حاجه، المنسق ده بيقول لنا ايه، بيدينا تعليمات، بيدينا حضور، بيشوف مثلا نسبه غياب، مش عارفه، بيشوف المحاضرات الراوندات، يبقى هو ايه بيدينا انستراكشنز او 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 حاجات هتفيدنا احنا كايه اقل منه. تمام. طيب الابوردز كوميونيكيشن دي حاجه من العكس، يعني حاجه من العكس، حاجه بقى جايه مننا مثلا للمنسق بتاع المديول، او مننا كطالبه لايه للمحاضر بتاعي. طبعا هو انا بوجه له حاجه او انا اقدر اديه الاوردر؟ لا طبعا. يبقى دي حاجه it is non directive in nature، يعني ما ينفعش اصلا تكون directive خالص. تمام. بيقول لك to give feedback to inform about progress or problems or seeking approvals. يعني ايه، انا مثلا لو هو خد مني، هو ياخد مني اوردر؟ لا، يبقى هو ايه non directive. دي حاجه ممكن ياخد مني ايه، ممكن ياخد مني فيدباك، اقول له مثلا طب والله النقطه دي تمام قوي، او النقطه دي انا مش فاهمها فلو سمحت اعيدها لي تاني كده. تمام ماشي. اللاترال بقى والهوريزونتال ده حاجه كده ايه بينك وبين اصحابك، يعني البيرز بتوعك في السيم ليفل فور انفورميشن والشيرنج فور الكوردينيتورز. ان انا مثلا انا وصاحبتي قاعدين فخلاص عادي، مفيش اي حدود بيننا، مش حاجه دايركتيف ولا نون دايركتيف يعني، فاهم؟ طيب تمام. يبقى التايز اول كوميونيكيشن عندنا داونورد والابورد واللاترال او هوريزونتال. حلو. طيب اللي بعده عندنا تشانلز اوف الكوميونيكيشن ابروتش، نوعين، عندنا فيربل وعندنا نون فيربل. من الاسم كده فيربل جاي من فيرب يعني فعل او قول. يعني ايه؟ انا بتواصل عن طريق الفم، بتواصل عن طريق الكلام او المناقشه او المحادثه وايا كان. الصوره اللي عندنا دي بيقول لك بقى ايه، ان ده فيربل اهو، ده واحد قاعد بيتكلم واحد، وده مش عارفه ال استنى واحده اللي ده لطيف، يعني ده اهو ده, ده 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 كلام، او دي ايه دي المسج، يبقى هو دي ايه اول حاجه، دي ايه الفيربل. تمام. دي ايه ده الفيربل. طيب ماشي. تاني حاجه عندنا النون فيربل، حاجه مش متعلقه نون فيربل، يبقى حاجه لا متعلقه بالقول ولا متعلقه بالكلام ولا متعلقه باي حاجه خالص. ده طبعا اسلحه الام الشهيره الشبشب والخرطوم. ماشي. طيب مثال بسيط خالص، انت لما تروح مكان ماشي وعملت حاجه غلط ومامتك بصت لك، هي جاست بصت لك، هي يعني ما نطقتش كلمه، يعني هي ككلمه ما نطقتهاش. تمام. البصه دي وصلت لك بيها حاجه؟ وصلت لي بيها معلومه انها هتضربني لما نروح البيت، يبقى كده وصلت لك حاجه. تمام. او نهتك ان انت تعمل فعل معين،
يبقى هي كده تواصلت معاك. اه ليه؟ لانها في الاول وفي الاخر سواء قالت او ما قالتش فهي وصلت لك انفورميشن او امبريشن او وصلت لك حاجه معينه. تمام، بدأ الفرق بين الفيربال والنون فيربال. حلو حلو، اوكي. لا لحظه معلش، اللي بعده الفيربال كوميونيكيشن. نبدا بالفيربال كوميونيكيشن. يعني ايه فيربال كوميونيكيشن؟ يعني الحاجه انا بقولها ببقي. ثلاث انواع، يا اما فيس تو فيس كوميونيكيشن او ماس كوميونيكيشن او كوميونيتي بارتيسيبيشن. يعني ايه فيس تو فيس كوميونيكيشن؟ من اسمها هي كده كده مش محتاجه تفسير. فيس تو فيس بقابل واحد فيس تو فيس بكلمه، يبقى حاجه فيس تو فيس كوميونيكيشن. تمام، هو قدامي. ماس كوميونيكيشن، ماس ميديا، سوشيال ميديا بقى، شويه عفوا الانفلونسرز والبلوجرز والناس اللي ملهاش 30 لازمه دول في الحقيقه لما نرحم الرب يعني. ساعات بيشاركونا حاجات، ساعات بيوصلونا معلومات مفيده. الريلز بقى والحاجات دي ساعات لما بيكون فيها معلومه هم كده بيوصلونا حاجه معينه. عن طريق ايه؟ انت وصلت لك عن طريق ايه؟ ماس ميديا. طيب الكوميونتي بارتيسيبيشن او الجروب ابروتش ده هو عن طريق بقى ليدر، شويه ممبرز، جروب بقى سواء في الليكتشر، توك، اي حاجه. تمام تمام، نبدا باول حاجه الفيس تو فيس كوميونيكيشن. زي ما احنا قلنا ان دي طريقه الكوميونيكيشن، الشخص بيكون قدامك وانت بتكلمه. تمام، a way of communication between two persons to exchange information, ideas, attitude and feeling. طبعا التعريف هو هو التعريف الاول، ولكن ايه المميز في الفيس تو فيس؟ ان هو ايه؟ ان هو تو بيرسون. تمام، الكلمه دي مهمه 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 مهمه. تمام ماشي، بيقول لك ان هو في انواع. في انواع. اول حاجه ده الكونسلنج. يعني ايه الكونسلنج؟ يعني استشاره. استشاره ايه؟ يعني مثلا انت رايح لطبيب نفسي، رايح تستشير صاحبك في حاجه معينه، رايح تستشير حد اكبر منك، كونسلنج استشاره. طيب تاني حاجه الليكتشر المحاضره، تالت حاجه التوك، بعدين الجروب ديسكشن. يعني ايه الجروب ديسكشن؟ انت مثلا في سيشن ولا في جمعيه ولا في بتاع، فالليدر والممبرز والحوار ده يعني. ماشي، البراكتيكال ديمونستريشن. يعني ايه براكتيكال ديمونستريشن؟ اللي هو عارفين لما احنا مثلا يكون عندنا راوند ولا حاجه، او في اولى مثلا مكان بيبقى عندنا اناتومي الجارات وكده، والدكتور او الدكتوره قاعدين بيشرحوا على الجار واحنا حرفيا من فوقها، هو ده نفس الحوار بالظبط. طيب وايه كمان؟ وعندنا الفيلد تريننج، اللي هو لما مثلا انت تنزل بقى ايه تطبق بايدك. يعني ايه تطبق بايدك؟ نزل مثلا الجراحه او البتاع المستشفى اول مره، فحاله خياطه مثلا، رايح بقى انت تعمل بايدك، يبقى دي حاجه انت بتعملها ايه؟ انت بتعملها بايدك. تمام ماشي، الكونسلنج الاستشاره. الاستشاره دي انت رايح لطبيب نفسي ماشي، اول يعني احنا نقول كام كلمه كده بالعربي عشان بس ايه نسهل الموضوع لما نقوله ان انجلش. يعني رايح للطبيب، سيشن بتبقى عباره عن سيشن او جلسه. الجلسه دي انت بيكون هدفها ايه؟ ان انت رايح عندك مشكله ما فانت عايز سولف المشكله دي، عايز حل المشكله دي، او ان انت محتار في اكتر من حاجه ومحتاج تحدد النيدز بتاعتك او الاحتياجات بتاعتك. بس هو ده التعريف. بس بس حرفيا discussion session ماشي، جلسه مناقشه او نقاش بينكم. conducted for one or more persons، يعني انت ممكن تكون مثلا قاعد تستشير شويه اصحابك فكده ايه more persons، او one الدكتور مثلا بتاعك. ان انت بتعمل ايه؟ ان انت one or two persons. تمام، to solve a problem، انت بتحل مشكله زي ما قلت، او ان انت بتidentify النيدز بتاعتك، يعني ايه بتحدد المشكلات بتاعتك. حلو جميل. طيب اي حد كده والسلام نستشيره؟ لا، يعني انت مثلا لو عارف اي حد تروح تستشيره؟ طبعا لا. طب انت هتروح تستشير مين؟ يعني قولوا لي كده انت ممكن تروح تستشيره مين. والله انا هروح استشير حد ثقه، مش هيطلع سري بره، مش هيعيرني بمشكلاتي في يوم من الايام، مش هيقاطعني، هيسمعني كويس، هيشوف مشكلتي من منظوري انا مش من منظوره هو، مش هيتعاطف بشكل اوفر بمشكلتي، مش هيتفه من مشكلتي، انا عارفه ان انا هلاقي حل عنده. ثقه، كل الحاجات دي لازم تكون متوفره في الشخص اللي انت هتستشيره. يبقى اي حد اروح استشيره؟ طبعا لا، لازم حد فيه مواصفات معينه. اول حاجه build a good relation with the consulted person. يعني ما ده طبيعي، ما انا مش هروح واحد من الشارع اقول له طب والله بص انا هحكي لك قصه حياتي، ما ينفعش فيش الكلام ده. يعني الكلام ده ما فيش، لازم تكون مع الشخص ده على معاه على good relationship. تمام طيب تاني حاجه look to person's problem from his or her own perspective. يعني تمام، يعني هو ما يتفش الموضوع او مش هيشوفه من منظوره هو، اللي هو معادي يا اسطى وبتاع وفي ايه والمشكله هتحل. لا لا لا، انت بتشوفه من منظور انا، انت بتشوفه زي ما انا شايفه، انت بتشوفه من نفس البوينت اللي انا شايفاها، ان هو مثلا مصيبه او ان هو مثلا حاجه صعبه او مش عارف. لازم تشوفه من
my perspective. تمام. طيب تالت حاجة try to identify what the person's need. انت بتشوف ايه الناس بتاعت ال person ده. حلو. رابع حاجة reassure the person that the counseling session دي بتكون confidential, very very confidential, يعني لازم تكون سرية. ما هو انا دلوقتي لو مش واثقة فيكي او مش واثقة فيك مش هاجي احكي لك. تمام. طيب ask the proper question, يعني اسأله شوية اسئلة بتبقى open ended, بتبقى ended question كده, يعني اللي هو ايه ما سيبلوش يقعد يلك كده سداح في مداح وفي نفس الوقت ما قفلش عليه قوي, يعني فاهم. طيب listen carefully and don't interrupt. ما ينفعش طبعا, لازم يكون يسمع كويس وما يقطعنيش. سابع حاجة give the person many options as suggested solutions and ask him or her to choose which option is the most suitable for their case. يعني ايه؟ انا مثلا مشكلة ما والله يستحلها كذا وكذا وكذا وكذا, عندك كذا وكذا وكذا, فانت لازم تحدد الحاجة دي, تقول الاوبشنز اللي موجودة, وفي نفس الوقت ما تصبوش على انه يعمل حاجة معينة. يعني مثلا لو واحد صاحبك جه شكى لك ان هو مش ما بيجيبش درجات كويس, فانت هتديله اوبشنز ان انت مثلا تغير طريقة المذاكرة او تحل كتير او تغير سورس الشرح. فانت بتقول له عندك تلات حلول اهو. طيب ما ينفعش تقول له انت لازم تغير طريقه مذاكرته, ما ممكن يكون بيغير طريقه, ممكن تكون طريقه مذاكرته كويسه بس ما بيحلش اسئله. تمام. فانت بتعرض عليه كل الاوبشنز وهو يشوف ايه الديفكتس اللي عنده يصلح, زي ان هو مثلا بيسمع سورس كويس وبيحل اسئله بس ما بيراجعش, فهو عارف انه ما بيراجعش فيراجع. لكن انت ما ينفعش تقول له لازم تغير سورس الشرح مثلا, طب ما هو سورس الشرح كويس. فاهمين قصدي؟ طيب تامن حاجه ودي الاخيره, يقول لك try to hide your feelings and to avoid fights over emotions, اللي هو الايه بقى جاي مثلا يشكيلك من حاجه معينه اللي هو درجاته مش كويسه, تقولش يا لهوي درجتك مش كويسه ما ينفعش مش عارفه, لا 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 مش الكلام ده. انت لازم تحيد يور فيلينجز عنه, يعني ما ينفعش. تمام. يبقى تاني احنا قلنا الكونسلنج ايه, كونسلنج دي بتكون ديسكشن سيشن, ديسكشن سيشن. حلو. طيب بتكون بين ايه؟ والله بتكون بين وان اور مور بيرسونز, عفوا وان اور مور بيرسون. طيب هدفها ايه؟ ان انت بتسولف بروبلم او ان انت بتنديفاي البيرسونز نيدز والكلام ده. حلو. طيب تمام. ليه اي حد انا بقدر استشيره؟ لا ما ينفعش اي حد انا بقدر استشيره, لازم تمام حاجات ان هو جود ريليشن شيب, لازم يكون بيشوف الحاجه من البرسبكتيف بتاعته, اشوف الحاجه من البرسبكتيف بتاعته, ويكون ثقه وبيسمع كويس مش عارف ايه كل الكلام ده. تمام. تمام. اللي بعده كوميونيكيشن سكيلز او الجذر تكنيك. ايه هي الجذر تكنيك؟ المفروض انا لما بتصل مع حد بتصل معاه كده والسلام؟ لا طبعا, في تكنيك معينه اتجمعت في كلمة جذر, كل كلمة كل حرف في الكلمة بيشير إلى element معين. حلو. G مثلا for greeting with a smile and in a friendly manner, يعني الشخص ده اللي انت جاي تتواصل معاه والله انت هتسمعه فخلاص اوكي سمايل كده لطيفة وبتحييه ومش عارف, زي مثلا الطبيب والبيشنت علاقتهم ببعض. ما ينفعش البيشنت رايح للطبيب والطبيب يكون قرفان ومتضايق ويعني عائد حواجبه كده والدنيا بايظه, لا 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 انت بتستقبله زي حضرتك وتفضل مش عارف ايه وبتشكي من ايه وحاجه كده friendly manner. تمام. تاني حاجه انت بتاسك open ended question, يعني تاني انا مش بقول له يلا احكي قصه حياتك, لا انا بدي له questions معين, انت بتشتكي من ايه, حصل لك ايه, الاعراض, طب مثلا الاعراض دي بتيجي صبح يعني ولا بالليل, open ended question. طيب تالت حاجه the benefits, يعني بتقول له ايه البنفيتس من الموضوع او ايه يعني, فاهمين. طيب H for help client make own decision, انت بتديله options معينة والbenefits معينة وهو ايه بتساعده ان هو يوصل لسولف البروبلم بتاعته بيكون انسب وانفع عليه. طيب ايه explain, لو هو مثلا مش فاهم options معينة انت بتوضح, or return يعني بتعيد عليه الحوار تاني. يبقى G for greeting, A for ask, T for tell benefits, H for help client ان هم ياخدوا decisions الخاصة بيهم, و E for explain and R for return. تمام. اوكي ماشي, دول باقي الاليمنتس عندنا الكيتشر وتوك والجروب ديسكشن زي ما احنا قلنا في الاول خالص. تمام. طيب هنقول كام كلمه كده وبعدين ايه هنقولهم برضو بشيء بالتفصيل. الكيتشر محاضر, احنا بنعمل ايه في المحاضر؟ عندنا دكتور وشويه طلبه. تمام. حلو. اي حد هينفع يحضر المحاضره؟ لا. يعني ينفع بتوع هندسه يجوا يحضروا معانا في الكليه؟ لا. اذا هو سبيسيفيك بروفيشنال جروب, يعني ايه ناس محدده سبيسيفيك جروب, مش اي حد لازم يحضر. تاني حاجه احنا في الجروب دي يعني مثلا يقول لك ايه خلايا بترابشر, ده يعتبر ساينتفك تيرم صح؟ طيب انت فاهمه؟ انت فاهمه ليه؟ لان انت من السبيسيفيك جروب المفروض يحضر الليكتشر دي. فاذا الدكتور ممكن يستخدم سبيسيفيك تيرم, يبقى ايه يوز تكنيكال ساينتفك تيرم. تمام. مش هو طبعا بيتكلم عامه كل حاجه بس بيكون في ايه تيرم كده او تيرمز خاصه بالكلام اللي انتوا بتقولوه. تمام ماشي. التوك زي المحاضره. تمام. هل هي زي المحاضره في حاجات ومختلف عنها في حاجات؟ طيب انا انت مثلا لو قاعد في 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 في, في محاضره تنميه بشريه مش حاجه سبيسيفيك للطب ماشي, او قعده صحابه او اي حاجه, هل انا في القعده دي زي محاضره التنميه البشريه مثلا اجيب بتوع طب بس ولا اجيب بتوع هندسه بس؟
ولا اجيب كل عادي؟ لا انا اي حد ممكن يحضر لي عادي، كبار صغيرين رجاله ستات، طب هندسه اداب تجاره، اي حد حرفيا يحضر، يبقى اذا جنرال بابليك. طيب هل انا في المحاضره التنميه البشريه دي ينفع استخدم سبيسيفيك كودز او سبيسيفيك تيرمز؟ لا طبعا، لان لو قلت حاجه زي السيلف تراوشر دي انا بقولها في محاضره تنميه بشريه، بتخطب بس اللي هيفهموها، الباقي هيفهموها لا، يبقى كده انا الهدف اصلا من المحاضره ما وصلش لكل الناس، يبقى كده ما ينفعش استخدم سبيسيفيك كودز. يبقى دول المين ديفرنس بتوين الليكتشر والتوك، ان انا في الليكتشر المفروض بستخدم عادي ساينتفك تيرمز ولازم جروب معين اللي يحضره، انما التوك ما ينفعش كل الناس، ما ينفعش حد معين يحضر، لا الناس كلها بتحضره عادي جنرال بابليك، وكمان ما ينفعش استخدم فيه سبيسيفيك كوردز علشان الكل يفهم. طيب ايه الجروب ديسكشن؟ اللي هو تيم وممبر، يعني تيم ليدر ممبر، تيم في ليدر وشويه ممبرز خلاص، وبنناقش سيشن بتاع قضيه الماء او مشكله الماء او اي حاجه. تمام حلو. تاني ولكن بشيء من التفصيل شويه، اول حاجه اللي كتشر بيقول لك اهو ايه بقى، يوجوالي وان ويز بروسيس تمام ويز نو فيدباك. يعني ايه؟ يعني انا في المحاضره لما الدكتور مثلا بيقول لي حاجه انا بقوم اقول له انت بتتكلم وحش او بتتكلم حلو او انت غلطان في دي، لا مفيش الكلام ده، انت ما بتدولوش فيدباك اصلا، يعني ويز نو فيدباك. تمام ماشي. ريكوير اليوز اوف اتراكتيف فيجوال ايد. يعني ايه؟ يعني احنا في المحاضره الدكتور بيبقى جايب ورقه وقلم وقاعد يقول كلام؟ لا، الدكتور بيستخدم مثلا سبوره، بيستخدم بروجيكتور، وبيستخدم حاجات احنا ممكن نشوف كاردز بقى اي حاجه، يبقى هو فيجوال ايد. الفيجوال ايد دي ليها سلايد لوحدها برضو هنقولها. طيب اتس بينيفيت ويل ديبند اون ذا بيرسونتي اوف ليكتشر. يعني ايه؟ يعني البينيفيتس دي انا مش هقدر استفيدها الا من الليكتشر نفسه، يعني هي بتبقى على عاتق الليكتشر، الليكتشرر بقى كلمة دمها تقيل قوي، اللي هو ايه؟ المحاضر. تمام. يبقى تاني الليكتشر بيبقى فيه ايه؟ احنا قلنا اول حاجه ان لازم جروب معين اللي يحضرها، تاني حاجه ان هو بستخدم فيها ساينتفك تيرمز، بتبقى وان واي بروسيس، والكلمه دي مهمه، الكلمه دي مهمه وان واي بروسيس، وما فيهاش فيدباك، وبستخدم معاها فيجوال ايدز، وكمان البينيفيتس، ودي مهمه. يجي مثلا يقول لك ايه ذا بينيفيت اوف ليكتشر ديبند اون، تمام، او تبقى اكوردنج تو ايه البيرسونتي اوف ليكتشر. حلو حلو. التوك It's similar to literature but there is two main difference. احنا قلنا ان هي بتبقى زيها ولكن هي مختلفه في حاجتين. ايه المختلفه؟ ان احنا قلنا في الليكتشر بنستخدم جروب، بيبقى سبيسيفيك جروب، التوك بيبقى سبيسيفيك جروب لا، او بيقول لك ذا تارجت اودينس ان ذا ليكتشر از سبيسيفيك بروفيشنال جروب، لا ما بيبقاش الحوار ده. تمام. يعني بيبقى ستودنتس عادي، ممكن نيرسز وممكن ايه كمان دكتور. تمام. وايل الجنرال بابليك ار توك تارجت اودينس، يعني ده بيقول لك الفرق بينهم، يعني الفرق بين الاثنين جابوا لك في جمله واحده. تمام. طيب تاني حاجه بيقول لك بقى ايه، ان الليكتشرر كان يوز تكنيكال ساينتفك تيرمز ويتش ار نوت يوز ان ذا توك. تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ ان احنا بنستخدم عادي في الليكتشر حاجات سبيسيفيك ووردز، ولكن التوك ما ينفعش علشان الناس كلها نضمن ان هي فاهمه. طيب الجروب ديسكشن احنا قلنا تيم بيكون مكون من الليدر والممبرز وبيناقشوا حاجه معينه. انا بعمل في ايه؟ مش هو نوع من انواع الكوميونيكيشن؟ اه. يبقى انا هعمل في ايه؟ هشيرنج الايدياز، هشيرنج الانفورميشن، هشيرنج ايه الفيلينجز بتاعتي. طيب بيقول لك ذس ميثود از فوتبل فور سمول جروب، اللي هو ايه؟ ماكسيمم 11. دي مهمه جدا، يجي لك سؤال يقول لك الجروب ديسكشن ده مثلا او الميثود دي المفروض سوتبل نقط ماكسيمم مثلا، خد بالك من كلمه ماكسيمم دي، يجيب لك مثلا يقول لك مينيمم اوف 15 ولا ماكسيمم اوف 15 ولا ماكسيمم اوف 20، يبقى ايه؟ ماكسيمم اوف 15. تمام. طيب ات ريكوايرز الجود discussion leader. هل انا كتيم اقعد اهبل كده واجيب اي ناس عارف ايه ومحدش قائد عليهم؟ لا، ما ينفعش تكون الحوار كده مفتوح، لازم ايه يكون discussion leader معانا. تمام. اوكي. practical demonstration. احنا قلنا practical demonstration ايه؟ احنا قلنا زي ما انا مثلا جاي بعلم ناس حاجه او بوريهم حاجه، دكتور مثلا جاي احنا نازلين استقبال حلو، ودخلنا مثلا اوضه الاستيتش، انتوا فيما بعد تعرفوا ان اوضه الاستيتش دي اللي بيحصل فيها بقى الدرينج بتاعت الابسس، اللي هي لو في مثلا خراج ولا حاجه بيتفضى فيها، مش عارفه جرح بيتخيط فيها، حد بيجابس في كده، يعني الحاجه دي كلها. تمام. طيب بيعمل ايه؟ انا مثلا لما نزلت اول مره لقيت مثلا واحد بيخيط، فانا رحت حرفيا لزقت جنبه، اللي هو انا بشوف بيخيط ازاي، بيشوف مثلا بيحضر ايه، بيشوف ايه التولز بتاعته، هيبدا منين، هيستخدم ايه، كل الحاجات دي. تمام. It is training educational method. Training educational method carried out to make audience familiar with the steps of the required procedure. اللي هو ايه؟ هي بتكون طريقة تعليمية فيها الاودينس او الناس المستمعين ليا المفروض في الاخر هيوصلوا ان هم يعرفوا حاجة معينة او يعرفوا الستبس حاجة معينة يطبقوا. طيب to be successful the educator should، عشان انت تعمل practical demonstration كويس لازم تعمل اكتر من حاجة. تمام.
اللي انا مثلا نزلت معاهم بيعملوا ايه؟ والله دي حاله خياطه. طيب حاله الخياطه دي احنا هنعمل فيها ايه؟ والله بيبداوا مثلا يجيبوا اللي هي ايه الصينيه اللي بيحطوا فيها الحاجات دي، بيحطوا فيها ايه، بيشوفوا مثلا الجرح فين، وعلى حسب الجرح بيجيبوا الخيط، نوع الخيط، او بيجيبوا رقم الخيط، وعلى حسب رقم الخيط ده بيكون سمكه حلو، بيجيبوا مثلا ابره، بيجيبوا مثلا البيتادين، بيجيبوا الشاش، بيجيبوا الصلاين، يعني بيجيبوا اكتر من حاجه. تمام، يبقى هو كده بيعمل ايه؟ هو كده بيجيب الحاجات اللي هيبدا بيها. طيب بعد كده بيقول لك مثلا والله هنبدا ستيب باي ستيب، هنعمل كذا بعدين هنعمل كذا، مش عارفه هنعقم الاول، ومش عارفه بعد كده هنحقن له البنج، وبعد كده بقى هنعمل تيست السنسيشن، وبعدين هنبدا نعمل الايدج بالايدج الثانيه، او الحافه المفتوحه بالحافه المفتوحه الثانيه بالابره، ونخيط ونقطع، وبعدين نعمل بتاع خيطه ثانيه بتاع غرزه ثانيه وكل الكلام ده. حلو، فهمتوا يا جماعه؟ اه فهمت. طيب يلا بقى حد ايه يبراكت على الحوار ده، ادخل بقى انت امسك بايدك واعمل ماشي. وبعدين انا عملت اهو، هو يكون واقف وشايف عارف انت بتعمل ايه، وهيميك الكوركشن عليك، يشوف ايه الصح وايه الغلط، والله صح دوس عاش بتاع، طب لا دي غلط ما ينفعش تعملها، هتعمل مكانها كده. تمام، وبعدين بقى ايه بيجهز كل حاجه. حلو، طيب هو ده نفس الكلام بس انجلش، تعالوا نقرا. طيب بيقول لك اول حاجه ان انت بتعمل ايه، بتكسبلين الاودينس از اوبجكتيف اوف ذا ديمونستريشن. والله يا جماعه انا هخيط، والله يا جماعه ده مثلا انا جبت الخيط عشان مثلا دي حاجه في الوش، فانا مثلا بجيب ايه ارفع حاجه. تمام ماشي جميل، اللي هو 6-0 ده مثلا بتاع مثلا الوش. حلو خلاص، انا عرفتهم ان ده بيبقى في الوش المفروض بيبقى اقل حاجه، والمفروض مثلا هو بيبقى 6-0 ومش عارف. تمام، عرفتهم كل حاجه. طيب to the demonstration step by step slowly ماشي with explanation of each step before doing it. هيمسك مثلا مش عارفه هيطلع، والله يا جماعه بصوا احنا هنعقم الاول، والله يا جماعه هنحقن مش عارفه فين كده، انا step by step وبوضح لهم ببطء. تمام، طيب then doing the demonstration as a procedure and with ordinary speed. خلاص بعمله بقى، يعني خلاص هم عارفوا الستبس بالراحه، خلاص انا ببدا اشتغل بسرعتي الطبيعيه، يعني اهو الاوردينري سبيدز ماشي. اسك اتش بارتيسيبيشن تو دو ديمونستريشن. خلاص يا جماعه يلا يا جماعه مين يطبق؟ طب يا جماعه طب مش عارفه، تعالى يا احمد انت اعمل. طب تمام، بسالهم ان هم يبراكتوا بقى. تمام، طيب انترفين اند ميك الكوركشن، لو مثلا حصل غلط انا بميك كوركشن. بريبير اول تولز ريكوايرد فور ديمونستريشن. البتاعه دي المفروض هي مش 5، يعني هي المفروض تبقى هنا يعني. تمام، ولكنها هي نازله كده، فاحنا طبعا سمعا وطاعا، ف هتبقوا عارفينها خلاص كده كده، يعني اي ثينك ان هو صعب يجي السؤال ده ريتن يعني. حلو، تمام. بعد كده عندنا الفيلد تريننج. ايه الفيلد تريننج؟ خلاص نزلوا بقى يشتغلوا بايده، احمد بقى اللي كان لسه بيتدرب في البراكتيكال ديمونستريشن هينزل بقى هو يخيط ويعلم كمان. تمام، بيقول لك بقى ايه، ميديكال اند بار ميديكال كوميونيتي هيلث وركر شود براكتس فيلد تريننج تو جين الدويل ايدوكيشنال فاليو. يعني ايه الكلام ده؟ الفيلد تريننج بيبقى فيه الميديكال والباراميديكال. ايه الميديكال دول؟ الميديكال دول اللي احنا الناس، احنا الميديكال، والباراميديكال زي النيرسز مثلا مش عارف ايه والكلام ده، كلهم المفروض هينزلوا علشان يعملوا ايه، هيبراكتوا بقى على الحاجات اللي هم اتعلموها. طب الكلام ده ليه؟ يعني انا لما انزل اشتغل بايدي الكلام ده هيأثر معايا؟ طبعا هيأثر معايا، اقلهم ان انا هجيب اكسبيرينسز، هعرف اتعامل مع البيشنت، هعرف اهديه، انا نفسي هعرف اهدي نفسي، هعرف يعني لو انا اتعلمت حاجه بسيطه بعد كده الحاجه دي مش هتاخد مني حاجه، بعد كده هبدا اعلمها لناس تانية، بعد كده يعني امبروف الحاجه تانية، هتحسن الحاجه تانية. اذا انت بتعمل ايه؟ انت بتجين اكسبيرينسز. حلو، تمام، اهو زي ليرن اند جين اكسبيرينسز ثرو الدايركت ابروتش تو ذا الكوميونتي ماشي. زي كان زين بي بريبير تو ابروتش البوبوليشن اند بروفايد الهيلز اديوكيشن. مش بس كده يعني، انت بعد ما تجين اكسبيرينسز انت كمان ممكن تعلم، فاذا انت كده بتعمل بتاخد رول ان انت تعمل هيلث اديوكيشن. تمام ماشي، قبل ما نبدا بالماس كوميونيكيشن احنا خدنا خدنا كام حاجه كده، خدنا التو، خدنا الكيتشر، خدنا الجروب ديسكشن، وعرفنا الفرق بين التوك والكيتشر وانه هو مهم، وعرفنا وخدنا الفيس تو فيس كوميونيكيشن، وخدنا الفيلد تريننج، وخدنا ال مثلا سيدنا محمد اللي قبله البراكتيكال ديمونستريشن. تمام، نبدا بقى في عنوان جديد بعنوان الماس كوميونيكيشن. احنا قلنا الماس كوميونيكيشن ايه هو؟ ان الماس كوميونيكيشن ده حاجه انا باخدها من السوشيال ميديا. يعني ايه حاجه انا باخدها من السوشيال ميديا؟ حاجه يا اما انا بشوفها في فيديو، لا مش في فيديو عشان الفيديو ده هيبقى حاجه تانية، انا بشوفها في جورنال مثلا. تمام، باخد منها حاجه. تمام، طيب او ان انا بسمع الراديو، خدت منه خبر ما، او اوديو فيجوال. يعني ايه اوديو فيجوال؟ فيديو. فيديو ده انا بشوف ايه؟ بشوف اللي فيه وبسمع اللي بيتقال، يبقى اوديو فيجوال الاثنين. تمام، اول حاجه عندنا الفيجوال او الريتن كوميونيكيشن زي البوسترز، النيو بيبرز، البوكليتس، الفيجوال ايدز. تمام، زين this can be used as supplementary educational method. supplementary educational method ماشي، يعني ايه الحاجات دي؟ انا
لما مثلا اقرا جمله حاجه او اخد منه خبر، الحاجات دي بتعلمني او بتكون سبلمنتس ليا ان انا اكوميونيكيت مثلا مع المجتمع، ان انا اعرف خبر مثلا في المجتمع. فانا كده كده انا بكوميونيكيت ليه؟ لان انا في الاول في الاخر خدت انفورميشن او خدت ايديا. تمام ماشي. however it is not suitable for ال letters اللي هم الليتريتس عفوا اللي هم الاميين. الطريقه دي تبقى suitable ليهم؟ لا. يجيب لك بقى سؤال يقول لك بقى ايه which way of communication not suitable for illiterates. يبقى ايه؟ الفيجوال اوريتم طبيعي جدا، ما فيهاش حاجه اصلا يعني. تمام. تاني حاجه عندنا ايه؟ عندنا الاوديوتري او السماع زي الراديو، دي حاجه مفروغ منها. الاوديو فيجوال بعدها عندنا حاجه بشوفها وبسمع فيها زي التي في الفيديو والسينما. طيب الادفانتجز بتاعتها بقى ان هو بيقول لك ايه؟ ريتش مليون اوف بيبل. تمام. ريتش مليون اوف بيبل ده طبيعي جدا. انت لما بينزل فيديو مثلا فيها ايرور، ده الفيديو بتاع القرش اللي هو كلمه الراجل ده لف الدنيا كلها، لف العالم كله حرفيا، يبقى هو كده بيريتش الناس كلها تقريبا. كان سنسيتايز البابليك اباوت البريفالينج هيلث بروبلم. يعني ايه؟ هو دلوقتي بيقدر يعرف يعني بيخلي الناس كلها تعرف عن الهيلث بروبلم او ايا كان بقى، يعني اي بيخلي البابليك يعرفوا كل البروبلمز الموجوده. تمام ماشي. الديس ادفانتجز اللي هو نوت شور ذات اول بيبل، بس ده معانا نوت شور ذات اول بيبل ايه، معلش لحظه، not sure that all people in at areas are informed with the message not suitable for all dialects. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ناس في اريا ما عندهمش مثلا الكوميونيكيشن بتاع الاوديو فيجوال ده، فهيوصل لهم الايرور ده؟ لا مش هيوصل لهم المسج ده، يبقى كده مفيش حصل اي كوميونيكيشن، يبقى الديس ادفانتجز بتاعته. يبقى تاني ايه هو الماس كوميونيكيشن؟ عندنا ثلاث انواع، عندنا الفيجوال او الريتن وعندنا الاوديوتري وعندنا الاوديو فيجوال. فيجوال حاجه انا قراها مكتوبه، حاجه انا قراها زي البوستر النيو بيبرز والبوكلت. طيب ايه الايرور اللي ممكن يحصل في الحاجه المكتوبه؟ ان الشخص ده مش عارف يقرا. طب هو مش عارف يقرا ليه؟ الاومين اللي هو الليتريتي، الاوديوتري زي الراديو والاوديو فيجوال زي التي في والحاجات دي. ولكن الادفانتج ان هو بيوصل لناس كتير، ولكن الديس ادفانتج ان هو مثلا ممكن اريا معينه ما يبقاش عندهم الاوديو فيجوال ده اصلا فما يوصلهمش حاجه. تمام حلو. اهي الفيجوال ايدز بقى اللي احنا قلنا الفيجوال ايدز يعني ايه؟ حاجات مكتوبه. طيب عندنا اربع حاجات، البروميت كاردز زي مثلا الكروت اللي مكتوب مثلا فيها حاجه معينه، مكتوب فيها خبر، مكتوب فيها ايه بتاع الكمبيوترايزد باور بوينت، معلش بس يعني عفوا على الصوره، بس هي الحاجات اللي انتوا عارفينها. الابلكيشنز بتاعه ال WBS اوفيس، مش عارفه الوورد، الباور بوينت، هي دي القصد الابلكيشنز نفسها. والاوفر هيد بروجيكتورز اند سلايد، غني عن التعريف طبعا يعني احنا والبروجيكتور عشره، والوايت بورد اند اور فليب شارتس اللي هي السبورات بقى والكلام ده. تمام. كل حاجه، كل الحاجات دي احنا بنكتب عليها وبنستخدمها في الكتاب. ماشي. عنوان جديد community organization أو community participation. طبعا أخونا الدكتور عاطف لما في التثقيف الصحي وقعد يقول لهم زي الإذاعة المدرسية وكل الكلام ده، هو هنا عمل إيه؟ عمل تثقيف صحي. يعني عمل تثقيف صحي، تناول الموضوع واتكلم عليه، بقى حد مؤثر في المجتمع عشان يخدم المكان اللي هو فيه، أو يقدم خدمة، مش خدمة طبية بقى، هو خدمة في المكان، يعني خدمة في الحاجة الطبية اللي هي فيها دي، خدمة صحية. تمام. بيقول لك this mean involving community leaders، يعني معناه ان الكوميونيتي ليدرز اور انفلوينشال بيبل بي انفولفوا ان هم يعملوا ايه؟ ديليفري اوف الهيلث سيرفايس، يعني بيعملوا حاجه يخلوها خدمه للصحه. تمام. اللي هي اللي هم الناس، يعني طبعا هم اكترهم بتوع الكوميونيتي اللي هم بيعملوا هيلث سيرفيسز والحاجات دي كلها. يعني زي بيقول لك بقى ايه، زي كان بي انفولفد اوس ان ايديوكيشن بروسيس، اللي هم هو تثقيف حرفيا صحي، يعني بيقوم يدي محاضره، يقوم يدي ندوه، كل الكلام ده. الكوميونيتي اورجانيزيشن، انت كواحد دكتور بيبقى دورك ايه؟ ان انت تعمل خدمه صحيه او بتساعد مثلا في الهيلث اديوكيشن او التعليم الصحي او كل الكلام ده عن طريق مثلا ندوه، محاضره، تثقيف بتاع، كل الكلام ده. حلو تمام كده احنا خلصنا الفيربال كوميونيكيشن. نقول بقى كده مع بعض سريعا ايه هو اصلا كان الفيربال كوميونيكيشن. احنا قلنا انواع الكوميونيكيشن، فيربال ونون فيربال كوميونيكيشن. الفيربال كوميونيكيشن كان مقسوم لثلاث حاجات، الفيس تو فيس كوميونيكيشن والماس ميديا كوميونيكيشن والكوميونيتي بارتيسيبيشن. طيب اول حاجه الفيس تو فيس كوميونيكيشن. ايه الفيس تو فيس كوميونيكيشن ده؟ انقسم تقريبا ست برانشات، الكونسلنج والكيتشر والتوك والجروب ديسكشن والبراكتيكال ديمونستريشن والفيلد تريننج. وعرفنا كل واحد فيهم، وعرفنا تاني وتالت ورابع الفرق بين الكيتشر والتوك. حلو جدا. ماشي. بعد كده الماس ميديا. الماس ميديا يبقى حاجه، يا اما انا حاجه مكتوبه ريتن كوميونيكيشن او فيجوال، يا اما حاجه اوديو حاجه صوت، يا اما حاجه اوديو فيجوال بشوفه بسمع زي التي في والحاجات دي. حلو. بعد كده عندنا الكوميونيتي بارتيسيبيشن او الناس اللي بيشاركوا في الخدمات الصحيه بتاع في الندوات والتثقيفات والمحاضرات والحاجات دي علشان التعليم الصحي او البابليك هيلث بقى والهيلث اديوكيشن كل الكلام ده. تمام حلو. عنوان جديد اسمه النون فيربال كوميونيكيشن. احنا قلنا النون فيربال كوميونيكيشن ده هدفه ان انت توصل معلومه او توصل حاجه وانت مقفول البق حرفيا، ما بتتكلمش،
شايفين الصور دي؟ عارفين الصور بتاع بوشكا اللي هو ايه، بيقعد يهز راسه كده، هو اومق براسه، اومق براسه ده يعني هو موافق. اه طب تمام ماشي، فاهمه فاهمين قصدي. التاني بتاعت اللودنج، شايفين وش، استنوا استنوا، وش اخونا ده هو لودنج، لودنج ده يعني هو مش فاهم. ما انت كونك بتكلم مع حد وشايف ال البوستر ده او الشكل ده، خلاص انت اتكون عندك فكره ان هو مش فاهم. اذا هو وصل لك حاجه او معلومه ان هو مش فاهم بدون ما يفتح بقه، يبقى هو ايه كده نون فيربال، تمام، ان هو وصل معلومه وكل حاجه بدون ايه سبيتش او ريتنج او اي حاجه. طيب او الديفينيشن بيقول لي ترانسميشن اوف مسج باي ا ميديوم راذر اذر ذان سبيتش اور رايتنج، يعني انت بتوصل معلومه للشخص لا بتكتب ولا بتتكلم. حلو. طيب ايه بقى بيشمل ايه النون فيربال ده؟ 7 حاجات: الفويس، صوتك، انت صوتك ايه، من تون الصوت لسبيد الصوت، سرعتك وتون صوتك كل الكلام ده، الجسترز بتاعتك هو شكل جسمك، الفيشل اكسبريشنز بتاعتك، شكل وشك زي مثلا هنا خلاص هو ماشي اه موافق، وهنا كده مثلا هو مش فاهم حاجه. طيب البادي بوسترز بتاعتك اللي هو لغه جسدك والحاجات الغريبه دي، يقولك مثلا مش عارفه انت قاعد كويس وفارد ظهرك مش عارف انت كده تمام واثق من نفسك، لا انت قاعد متوتر فبتهز رجلك، الحاجات الغريبه دي. والاي كونتاكت، ان انت باصص للشخص في عينه، فانت مثلا لو واحد مستعجل هتلاقيه مش بيبص لك كل شويه، مثلا لو انت واقف مع واحد كل شويه انت بتكلمه في موضوع هو بيبص في الساعه، هو كده اداك امبريشن ان هو مستعجل او عايز يمشي او مش طايقك او ايا كان. والموفمنتس بتاعتك والابيرنس بتاعتك، يعني انت مثلا يعني جاي بايه، يعني انت كويس ولا مش كويس، هدومك تمام مش تمام، مش عارف ايه الالوان انت بتلبسها، كل الكلام ده. تمام حلو. اللي بعده، اول حاجه الفويس، هل كلمه الفويس جايه من العدم او جايه من لا شيء؟ لا طبعا مفيش حاجه بتيجي من لا شيء. حلو. الفويس ما هي الا كلمه مكونه من 5 حروف، وكل حرف في الكلمه دي بيشير الى اليمنت معين. خلينا نقول اصلا ايه الفويس في الكوميونيكيشن، يعني عن طريق ايه، عن طريق التون، عن طريق السبيد، بيتش، الفوليوم، والفويس، كل الحاجات دي. صوتك عالي فانت متضايق، صوتك واطي فانت هادي، مش عارفه بتتكلم بسرعه فانت متوتر، متكلم ببطء فانت بارد، بص حاجات كده غريبه. يعني بيقول لك بقى الاكرونيم، يعني ايه كلمه اكرونيم؟ يعني مصطلح اوف الفويس، عفوا بس على اللخبطه اللي حصلت دي، اهو بيقول لك الفويس summarize what needed to be fulfilled in your voice، يعني عن طريق صوتك انت هتوصل انت عايز تقول ايه. تمام. V for various tone and volume، تغيير صوتك وحجمه وبتاع والتون ومش عارف ايه وكل الكلام ده. O for open and optimistic، يعني ايه open and optimistic؟ ان انت بتسأل اسئلة بيشوف بقى انت متفتح ولا مش متفتح ولا كل الكلام ده. تمام. طيب I for the impact and the interest، بيشوف مثلا ميولك لايه، اهتماماتك لايه، يعني ميولك واهتماماتك. clear and confident، confident صوتك انت بيكون واضح وصوتك باين انت واثق من نفسك. وكمان عندنا اخر حاجه اسمها الايجر او الايجر، يعني ايه انت حريص على كلامك. يعني ايه حريص على كلامك؟ يعني انا والله متحفظ على كلامي، الفاظ معينه ما تتقلش، انا حريص ان انا بكلم ايه ومين وفي ايه، كل الكلام ده. يبقى الفويس كام حاجه، انت متحفظ على كلامك، حريص في كلامك، يعني انت بتكون واثق، صوتك واضح، بتسال اسئله اوبن اندد مثلا كويستشن، بتكون متفتح، بتكون بوزيتيف، بتبين ميولك واهتماماتك من كلامك، وكمان تون صوتك والفوليوم والسبيد وكل الكلام ده. تمام. تمام. تاني حاجه الجسترز عندنا، الجسترز دي بيقولك ان هي بتجيف either positive or negative impression، nodding your head mean you are listening and agree. يعني انا مثلا لغة الجسد او الحاجات دي هي تقريبا يعني قريبة للبادي بوسترز شوية، يعني خلينا هنقولهم الاتنين في بوينت واحدة. بيقولك بقى جنبها في البادي بوسترز دي أو upright posture may indicate a tense or defensive attitude. يعني ايه؟ انا بس احنا نقول ايه البوينت دي والبوينت دي، يعني لغة جسدك بتدل على ان انت عايز تقول ايه، كونك بتومئ براسك بتبدل بتغير راسك مش عارف ايه حركتها، يعني والله اه تمام كده انا بسمع انا موافق انا مش عارف ايه كده. يبقى كونك مثلا ستريت جسمك واخد شكل معين ممكن يقول ان انت كده تنس، ان انت مثلا واخد شكل مثلا الدفاع، يعني انت مستني اي حاجه هتحصل. يبقى اذا انا شكل جسمي بيدل على الوضع اللي انا فيها او الحاله اللي انا فيها او كل الكلام ده. تمام. طيب عندنا الفيشل اكسبريشن، طبعا سهله جدا، انت اللي على وشك بيبان ان انت بتدل على ايه، اللي انت جواك ايه، والله مبتسم مثلا، سعيد، مش عارفه، متضايق، فيكون باين على وشك كل الكلام ده. تمام. ولو انا بشوف الكلام ده اصلا شكليات، يعني ما علينا. الاي كونتاكت، it show
choose your interest in and build this rapport with the listener and audience refer the speaker who establish good eye contact. يعني مثلا الاي كونتاكت بتدل على ان انا مثلا مهتمه بيك فانا مستمع كويسه ليك, عامله اي كونتاكت معاك رهيب, تمام. معنى كده ان انا ايه, معنى كده ان انا مهتمه بالكلام انت بتقوله, معنى كده ان انا عايزه اعرف اكتر, تمام. غير بقى زي ما قلت لكم اللي بيبص في ساعته او بيبص حوالين الشخص اللي بيتكلم في كده هو مش مهتم اصلا هو بيقول ايه, تمام. سادس حاجه عندنا الموفمنت, يقول لك بقى is activity of the body to emphasize point the signal exchange in direction or hold attention, تمام. الموفمنت ده ان انت مثلا عايز توصل للشخص اللي قدامك حاجه معينه او انت بتعمل اشاره معينه, فالاشاره المعينه دي انت بتوصل بيها حاجه معينه, تمام. لان انت مثلا عارفين العالم اللي هو بعد الامتحان دي خلاص ده كده انا خلصت خلاص البتاع دي معروفه, يبقى الموفمنت دي لما اتعملت وصلت معلومه للشخص التاني اللي انا خلاص والله مخلص امتحان, تمام. ان احنا كلنا بنعملها يعني. سبع حاجه الابييرنس, شكلك, your hair, your state of cleanliness, your clothes can affect the message. كل الحاجات دي بتدل على حاجه, يعني كونك مهتم اصلا بنفسك بنظافتك بكل الكلام ده, الحاجات دي الابيرنس بتفرق طبعا في الكوميونيكيشن. مع واحد كويس فاه لا تمام يعني هو شخصيا نظيفه وكويسه وبتاع انا اسمع منه, واحد تاني لا ما هو مش هيسمع منك اصلا, فاذا مفيش كوميونيكيشن فكده ممكن يكون بارير اصلا, تمام. تمام بيقول لك دي احصائيه كده نوعا ما مهمه, يعني بيقول لك ان الحاجات اللي فاتت دي كلها كل واحدة فيها يعني ليها نسبة معينة, زي مثلا الـ spoken الشخص المتحدث بيكون ليه نسبة معينة مثلا في الكوميونيكيشن او في البارير, يبقى الـ spoken مثلا بيكون ليه بيقول لك ايه 5% 5% مثلا اهو 5% by the spoken, بيقول لك 45% present by the tone inflection and other elements of the voice, يبقى كده مهم جدا الصوت, مهم جدا في الحوار بيمثل 45%. طيب 50% الباقيين بيقول لك بقى بيمثلوا body language, movements والاي كونتاكت, تمام. يبقى تاني بيقول لك ان الاحصائيات بقسمت الحاجات كل اللي احنا الحاجات اللي خدناها دي body language, movements, الاي كونتاكت, inflection, التون, كل الحاجات دي لنسب معينه. السبوكن الشخص المتحدث نفسه عليه 5%, ال 45% على التون والفويس والحاجات دي, 50% على body language. هيجي لك مثلا سؤال في البوينت دي, لو جالك سؤال في البوينت دي هيقول لك ايه, ايه مثلا اكبر نسبه, اكبر نسبه على ايه, 50% دي مثلا بتمثل ايه, فانت تقول ان هي بتمثل البادي لانجوج, هتمثل الموفمنت, وهتمثل مثلا ايه الاي كونتاكت, تمام. تمام كده خلصنا النون فيربال. النون فيربال كوميونيكيشن الحاجات اللي انت بتعملها بدون ما تتكلم. ايه الحاجات اللي انت بتعملها بدون ما تتكلم؟ طريقه لبسك, شكل شعرك, تون صوتك, البادي لانجوج بتاعتك, وكل الحاجات دي, تمام. تمام الكوميونيكيشن زي ما احنا بنتواصل, هل هيبقى في عوائق لان الكوميونيكيشن ده يحصل؟ طبعا مفيش حاجه ملهاش عوائق, يعني طالما وجدت الحاجه يبقى ضد الحاجه وجدت برضو, يعني طالما المفرد المرادف موجود يبقى ايه المضاد موجود او التضاد موجود, تمام. حلو barriers of communication, ايه هي barriers of communication؟ ايه مثلا الحاجه, يعني ممكن تفكروا كده معايا ايه الحاجه اللي ممكن تعيق التواصل بيني وبينكم دلوقتي واحنا موجودين؟ النت يقطع مثلا, تمام, فما اعرفش اوصل لكم المعلومه, ما حدش فيكم مثلا يبعت لي الداتا او يبعت ان الدكتوره قالته فانا ما اقدرش اعمله فما اوصلكوش معلومه. انا مثلا قاعده بشرح لكم فاخونا اللي قاعد ده جعان, اختنا الثانيه اللي قاعده دي محتاجه تكلم مامتها, اخونا الثالث ده خايف مش عارفه قاعد في جو حر, الثاني قاعد في تكييف مش عارفه قد ايه ميت من البرد, انا مثلا المفروض اتكلم بالعربي بكلمكم فرنساوي مثلا, يبقى كل دي عوائق انتوا هتفهموا منها؟ لا. يبقى اذا الباريز اوف الكوميونيكيشن دي حاجات بتعيق ان الكوميونيكيشن اصلا يحصل, فلا بنقدر نشير انفورميشن ولا بنشير ideas ولا بنشير attitude ولا اي حاجه خالص. بيقول لك are specific items that can distort or prevent the communication, يبقى ايه items بتprevent the communication, سهله سهله جدا مفيش اي حاجه خالص. ماشي طيب زي ما انا قلت, واحد جعان, واحد خايف, واحد حران, واحد بردان, واحد اخوه بيناديله, واحد مش فاهم اللهجه اللي انا بتكلم بيها, تمام. يبقى هي بتانكلود ايه؟ اول حاجه الفيسيولوجيكال, فيسيولوجيكال حاجه فيسيولوجيه جواك انت, الفيسيولوجي بتاعك ايه, جعان عطشان بتاع, تمام. حلو طيب السايكولوجيكال بارير, ايه سايكولوجيكال بارير؟ قاعد خايف, خايفان ايه, قاعد خايف متوتر قلقان بتاعه, وطبعا احنا الحاجات دي يعني واخده مننا الرقات كده زي ما بيقولوا عشان طبعا الامتحانات وكل الكلام ده بنبقى مزنوقين في الدراسه والحاجات دي, فالحمد لله يعني رب العالمين الباريرز دي حياتنا, يعني مش هقول هي مجرد باريرز وبتعدي, حياتنا الفيسيولوجيكال دي سايكولوجيكال. طيب تالت حاجه الانفايرمنتال بارير, بيئه, بيئة حر, بيئة برد, مش عارفة ايه, مش مرتاح, قاعد مثلا على كرسي مش تمام, مش عارفة في نويز, في كل حاجات دي تعد environmental, تمام. والكالتشر باري, يعني الكالتشر باري زي ما انا قلت انها مثلا مفروض اسبيك ان عربي كان انجلش يعني, فانا مفروض ايه بتكلم بالفرنساوي, فلا ما ينفعش الكلام ده, تمام. طيب
الكالتشرال باير. السلايد دي مهمة شوية، تمام؟ هي مليانة كلام بس والله سهلة يعني، ان شاء الله ما فيش حاجة صعبة. تمام، الكالتشر بارير، اول حاجة الفلترنج. يعني ايه الفلترنج؟ فلترة، انت بتفلتر الكلام. زي مثلا انا دلوقتي ببص في الريكورد مثلا لقيتني ايه، بقينا ساعة وشوية، قول يا لهوي بقينا ساعة وشوية، لا ده انا هلخص بقى الجاي، ده انا هكروته، يبقى انا كده ايه بفلتر. او ان انا مثلا بوصل معلومة لواحدة انا مش بحبها، فقلت اما كروتها مش مشكلة. طبعا بعيدا عن ان ده حرام، ولكن ده ممكن يحصل، ممكن يحصل. فكده انت بتفلتر. فلترنج اهو is a distortion or withholding of information to manage person's reaction. انت بتعمل ايه؟ بتهولد انفورميشن، بتمسكها عليه، مش بتديله المعلومه الكافيه. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتفلتر. دي اول حاجه. تاني حاجه السلكتيف بيرسبشن. يعني ايه سلكتيف بيرسبشن؟ انا مثلا بدي مثال ما على حاجه، فالمثال ده جاع جرح قوي لواحد حصل معاه موقف مشابه، قعد بقى الشخص ده unconscious منه كده بلا وعي، قاعد يفكر ويتسحل وي اوفر ثينكينج ويتضايق ويعيط ويقلق وبتاع، فكده بقى بريء. يبقى الحوار ده بيكون ايه؟ بيقول لك ريفيرز تو فلترنج وات وي سي اند هير، اللي احنا بنسمعه واللي بنشوفه، تو سويت اور اون نيدز. يعني ان حاجه انا سمعتها او شفتها طبقت احتياجاتي او حاجه عندي، اذا انا بقى قعدت اوفر ثينكينج واتضايق ومش عارف ايه. يقول لك الحاجات دي، طب انا بعمل كده بارادتي؟ لا، هي حاجه بتبقى بدون وعي، unconscious. This process is often unconscious. الكلمه دي مهمه، تمام؟ طيب تالت حاجه information overload. يعني ايه information overload؟ يعني خير مثال بقى، يعني بصوا خير مثال، احنا والله احنا دلوقتي بناخد رمض، ماشي؟ هو مش احنا بس، احنا تالتة بتوع الرمض، لا احنا الكليه كلها، بس يعني انا بقول عليا، احنا دلوقتي بناخد رمض. الرمض احنا واخدينه في شهر ونص تقريبا. الدكتور في اول محاضره او المنصف في اول محاضره دخلها قال يا جماعه، انتوا الناس اللي هي في النظام القديم كانوا بياخدوا الرمض ده في سنه او في اكتر من سنه، انتوا بتاخدوا قشور القشور ولكن الكميه كبيره، اذا مفيش كبسه التايم اصلا. يعني في ذمه الله مدفونه، يعني كبسه التايم دي مدفونه حرف. يعني ايه كبسه اوف تايم؟ يعني المفروض او الانفورميشن اوفرلود ده المفروض ايه؟ انا والله واخده شهر، يبقى اخد معلومات على اساس الشهر ده، تمام؟ طيب انا خدت معلومات ما تناسبش الشهر ده، بل تناسب اكتر من الشهر ده او ضعف الشهر ده، يبقى الحوار ده اسمه ايه؟ انفورميشن اوفرلود، كاباسيتي اوف تايم. في ذمه الله حرفيا الحوار ده بيأكسيد السبلاي اصلا وبيأكسيد كل حاجه، مش ملاقي. يعني انا كواحده باخد معلومات مش ملاقي من الوقت اللي انا باخده منه، يبقى الحوار ده ايه؟ انفورميشن اوفرلود. انا بلوث حاجات زياده في وقت لا بيسمح لي ولا مجهود يسمح لي. اهو occurring when the information processing demands an individual time to perform interaction and internal calculation exceed the supply or capacity of time available for such processing. يبقى حاجة أنا بعملها لا بتناسب التايم ولا بتناسب السورسز ولا بتناسب السبلاي ولا بتناسب أي حاجة خالص، تمام؟ طيب رابع حاجة الإيموشنال. الإيموشنال disconnects happen what the sender or the receiver is upset whether about the subject at hand or about some unrelated incident that may have happened earlier. كون الشخص اصلا منزعج، كونه متضايق، حاجه مأثره عليه من الايموشنز بتاعته، فكده هو مش هيشرح كويس، يبقى كده ده ايه؟ ده بارير، تمام؟ طيب خامس حاجه الليك اوف السورس، الفاميلاريتي اور الكريديبيليتي. الكريديبيليتي برضو كلمه دمها تقيل قوي. المهم يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي لو انتوا داخلين تسمعوا شرح ليا وعارفين ان شهد دي بتشرح كويس قوي، فوالله انا ضامن ان انا هشرح، انا هسمع الشرح من شهد وضامن ان انا هفهم، يبقى انا ايه هخش على طول اسمع، تمام؟ طب والله شهد دي ما بتشرحش كويس، ان شاء الله يعني اكون بشرح كويس ويعني نلت اعجابكم. المهم ما بتشرحش كويس، هتدخل تسمعوها؟ والله لو جايب الامتحان ما هندخل نسمعها، تمام؟ يبقى هي كده مصداقيه والسورس وحاجات كتير، والله في ليك فيها، خلاص انا مش هدخل، تمام؟ حلو. سادس حاجه والاخيره السيمانتكس. يعني ايه السيمانتكس دي؟ عارفين حوار ان السر بشارت وكل الكلام ده، ساعات بيبقى فيه كل مجتمع كده بيبقى ليه كلام او ليه ساينتفك ترمس الناس التانية ما بتفهمهاش. يعني ايه؟ بيقول لك هو اصلا از ستادي اوف مينينج ان كوميونيكيشن، هو علم ان انت تفهم معنى حاجه معينه. زي ان مثلا كلمه ما عندنا، اقول لكم زي ايه مثلا، عارفين كلمه جار؟ احنا بنقعد نقول ايه ده، احنا عندنا امتحانات على جارات. لو بالانجلش كلمه جار دي يعني ايه؟ برطمان. احنا بنمتحن على برطمانات اكيد، يعني اي حد تاني في العام مثلا مش في طب عارف ان برطمانات دي جار، بس هيعرف ان الجارز دي عندنا بتبقى حاجات ازاز كده وفيها فورمالين ومش عارفه فيها اورجانز مثلا بتكون ديزيزد او بيكون فيها ديفكتس واحنا بنشوفها وبندخل الامتحان عليها. لا، يبقى اذا كلمه جارز دي مثلا مش معروفه في الطب، ده مثلا الامتحان بيكون عليهم. اذا الناس اللي بره المهندسين مثلا مش هيعرفوه، المهندسين مثلا بيقعدوا يقولوا الاكواد ومش عارف ايه وبتاع، انا مثلا واحده في طب فاهم الاكواد دي؟ لا مش فاهمه. يبقى ده ترمس خاص بال او مصطلحات خاصه مثلا بتوع هندسه، تمام؟ بيقول لك
words. استنى عشان ما تتوهش مني، انا بتكلم هنا words can mean different things to different people، في different اماكن. يعني الكلمه الواحده ممكن يختلف معناها من مكان لمكان، وممكن يختلف معناها من، يعني احنا هو في مصر بس مثلا الكلمه تختلف من حاجه لحاجه. كلمه مثلا احنا بنقولها في مصر ما ينفعش تتقال بره، بره يبقى مثلا معناها مش كويس او معناها حلو قوي، فاهم قصدي؟ فالحاجات بتختلف من اماكن لاماكن ومن ثقافه لثقافه ومن مجال لمجال وهكذا. or they might not mean anything to another person. For example, the companies often have their own acronyms والاستنى والباسوردز مثلا. زي في كلمة اسمها بتاع جارجون، اهي الكلمة دي جارجون. جارجون دي معناها كده، ليها معنى كده عند الناس بتوع البيزنس والحاجات دي. هو انا عارف يعني ايه جارجون؟ لا مش عارف. انا لو ان انا سرشت مثلا على الجارجون دي هعرفها؟ لا برضو مش هعرف. بيقول لك بقى ايه، that are clear to them but impenetrable to outsiders. يعني ايه حاجه زي preventable كده، ممنوع ان انا اعرف، مش ممنوع يعني انا مش عارفه. يبقى الكالتشر باريرز بتاعتنا كام حاجه، ان انت بتفلتر الكلام، او ان انت مثلا بت اوفرلود الانفورميشن، او حاجه جت على الجرح بالنسبه لك، او ان انت ايموشنال الدنيا بايظه معاك، او السورسات مش متظبطه، او ان انت مثلا بتقول حاجات مفهومه هنا ومش مفهومه مثلا من حاجات تانية. تمام، احنا كده خلصنا المحاضره. حلو، جميل قوي. دي مايند ماب. يعني ايه مايند ماب؟ مايند ماب لما المحاضره كلها تقريبا. حلو، طيب نقول بقى ايه تاني من الاول، سريعا 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 كده. احنا بدأنا ايه؟ بدأنا بالكوميونيكيشن. استنوا نجيب القلم عشان لو احتاجناه. بدأنا بايه؟ بدأنا بالكوميونيكيشن. حلو، جميل. قلنا ان هو انقسم لحاجتين، فيربال ونون فيربال. قلنا يعني ايه فيربال؟ حاجة بالبق. يعني ايه حاجة بالبق؟ حاجة انا بستخدم فيها الكلام. اتقسمت لثلاث حاجات، فيس تو فيس، ماس ميديا، وجروب ابروتش. تمام، قلنا الفيس تو فيس عندنا الفيلد تريننج، عندنا الكونسلنج، عندنا البراكتيكال ديمونستريشن، الجروب ديسكشن، عندنا التوك، وعندنا الليكتشر. تمام، طب الماس ميديا، الاوديو فيجوال، واحنا قلنا الاوديو فيجوال زي التي في، الفيجوال حاجه زي الريتن اللي هي نيوز بيبر والبوكليتس والكلام ده، والفيجوال زي حاجه اوديتري، عفوا اوديتري حاجه انا بسمعها زي الريديو، والجروب ابروتش ده اللي هو بتاع بقى ايه الهيلث ادوكيشن وكل الكلام ده. تمام تمام ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا الفيربال، نون فيربال دي حاجه انا بستخدم فيها صوتي، بستخدم فيها جسدي، بستخدم فيها عيني، بستخدم فيها اي حاجه ثانيه. اهو البادي بوسترز، الفيشل اكسبريشن، الموفمنت، الفويس، الجيسترز، الاي كونتاكت، والابييرنس. تمام، حلو قوي. اللي بعده البارير كوميونيكيشن. احنا قلنا ان البارير كوميونيكيشن موجود طبعا علشان اي حاجه ممكن تعيق الكوميونيكيشن ده. طب الكوميونيكيشن ده احنا قلنا ان هو ممكن يكون فيسيولوجيكال، ممكن يكون سايكولوجيكال، ممكن يكون كالتشرال، ممكن يكون انفايرومنتال. قلنا فيسيولوجيكال زي ان الشخص ده جعان او عطشان، في سايكولوجيكال زي ان هو وري بقى او فير او كده، والانفايرومنتال زي الهوت ويذر او الكولد ويذر او كل الكلام ده، والكالتشرال بقى زي ما احنا عارفين او لسه زي ما احنا قايلين السيلكتيف بيرسبشن، selective perception، السيمانتيكي عفوا، filtering، و lack of source، والinformation overload، والenvironmental disconnect. تمام، بس دي المايند ماب. جميل، المحاضرة كده خلصت. تمام، خلينا بس نقول شوية أسئلة على السريع كده. طيب الأسئلة طبعا بيقول لك أول سؤال، هو حرفين كله سعي سعي مفيش وصول، بس طبعا لأ، ربنا يجازينا خير في الاخر وهيجبرنا ان شاء الله بألطف التقديرات، يعني ان شاء الله يعني مسيرنا نوصل، مسيرنا نوصل يعني. ماشي، استنوا نجيب القلم. بيقولك بقى ايه، the not is significant for ethical reasons in health education. السؤال ده سيبكم منه. تمام، هو كان في الداتا القديمه، بس بما انكم يعني عايزين تعرفوا حاجه زي كده، هو غالبا لسه هيكون في توتوريال ليكم يعني، فلو عايزين تعرفوا هو اجابته تبقى ايه، فولنتري يعني. تمام ماشي. تاني سؤال بيقولك ايه، الجروب ابروتش از كونسيدرد از. يلا ثانيتين كده، حد يجاوب. اوكي صح، فيربال. قلنا الجروب ابروتش اللي هو بيبقى ايه، اللي هو عاطف. اهو استنى اكتب لكم عاطف اهو، طبعا خط فظيع. تالت سؤال، the benefit of the lecture will depend on the. انا قلت السؤال ده وقلت مهم، احنا قلنا ان lecture depend على ايه، او according to ايه، according to the personality of the lecture. lecturer كلمة المدمات ايه اللي دي. اللي بعده بيقولك ده ايه، the whiteboard والflip chart are considered as. احنا قلنا دي حاجات بيتكتب فيها، يبقى هي ايه، بيتكتب كتابة written، يبقى هي ايه، visual. صح، ايه اوكي.
ماشي. امال الاوديو؟ اوديو سماع حاجه بسمعها، يبقى راديو ولا ايه؟ ولا اوديو فيجوال؟ لا اوديو فيجوال ده اللي هو ايه، حاجات بشوفه بسمع. جميل. طيب is the study of meaning in communication. يلا سيمانتك صح. احنا قلنا ان السيمانتك هو study of meaning in communication بتاع ايه؟ بتاع الجارجون. اهو بتاع الجارجون ماشي. طيب بيقولك بقى ايه ده بيعتبر barrier ايه؟ culture. ده بيعتبر cultural barrier. هي حتة كبيرة شوية بس هي يعني اهم حاجة فيها ان هو يقولك السيمانتك هو ايه، هو study of meaning in communication. تمام جميل. طيب true or false بيقولك ايه بقى؟ try to hide your feelings is an element of being a good counselor. طبعا 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 true، لان احنا قلنا من ضمن اصلا ان انت تكون good counselor ان انت تسمع كويس وما تقطعوش، تقول له ان السيشن دي فيري كونفيدنشال، ان هو good relationship، وطبعا ان انت تهايد الفيلينجز بتاعتك عنه. حلو تمام. اللي بعده بيقول لك ايه ان gather technique referred till benefits. ايه اللي till benefits؟ والله حتى لو مش مذاكره محاضره till بادئه بتي، ودي ايه بقى؟ false طبعا. طب امال ايه الايه؟ ايه بتريفيرد للايه؟ للاسكينج اوبن اندد كويشن. تمام. لكن التيل بنفيتس طبعا من اسمها تيل بادئه بتي، يبقى هي ايه للتي. حلو. بيقول لك الكونسلنج از نوت ا تشويس، برضه هي مش موجوده صريحه قوي، ولكن خليكم عارفينها ان هي فولس، لان الكونسلنج ده مش بيكون اجباري، الحوار ده بيكون تشويس عادي جدا. حلو تمام. اللي بعده ان ذا توك وي يوز تكنيكال ساينتفك تيرمز. طبعا فولس. ليه بقى فولس؟ ان طبعا احنا قلنا ان في التوك ناس جنرال بابليك، يبقى انا ما ينفعش استخدم تكنيكال ساينتفك تيرمز، يبقى الساينتفك تيرمز دي للايه؟ للليكتشر بستخدم فيه. حلو جميل قوي. طبعا دي الاجابات اوكي، وده ريتن كويستشنز، يعني بقى انتوا شوفوها بقى وجاوبوها كده مع نفسكم، وهي يعني شامله تقريبا المحاضره كلها يعني ان شاء الله. في نهايه المحاضره احب اقول لكم يعني ان اعذروني لو حصل اي ديفكت مني، ويا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا لي اي حاجه، اي ديفكت او اي ميزه او اي عيب موجود في الشرح بتاعي، في الفيدباك اللي هيكون موجود في لينك في الديسكريبشن الموجود تحت ده. ولو وتاني لو عوزتوا اي حاجه في اي وقت قولوا او تواصلوا معايا عادي جدا. وطبعا don't worry as long as exam isn't tomorrow، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون ميديول لطيف خفيف عليه وكده، وتجيبوا فيه درجات كويسه. ويا ريت يعني ما تنسوناش من دعواتكم، يعني ربنا معاكم يا رب وبالتوفيق.